خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك قبل خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي بجيل حني لشيه لو جارت الأيام خدني معك خدني خدني عشام خدني صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم بتتابعونا بحلقتنا الجديدة صباح الدفا بكل بيت وبكل عائلة صباح الخير مع أمطار الخير يا رب يحمل هنهار كل الأمل والسلام والحب والطاقة الإيجابية لكم تحيتنا الأولى لحراس الأمان أبطالنا في الجيش العربي السوري صباحكم حب صباحكم عز ونصر أكيد بدي صبح على زميلتي زينب يسعد صباحك يا زينب صباحك يا سالي واكيد بدي اقول هي لي زمان ما طلعت معك يعني اكيد بدي اقول لك صباح الخير وجمعة مبارك عليك وعلى كل المشاهدين ومن الاولى لكل اللي حضر فنجان القهوه ليتابع فقراتنا لليوم عنا فقرات منوعه واخبار غريبه حتتابعوها ضمن تقاريرنا الصباحيه اضافه لعدد من الفقرات الاختصاصيه اللي حنسلط فيها ضوء على الفعاليات كمان اللي عم نحاول نكون عين الواقع على نبض الحياه بالشارع السوري والفعاليات والنشاطات فيها كل هالاخبار رح نتابعها لكن بعد الفاصل زينب اليوم 23 تشرين الثاني هالتاريخ بعد يوم عبر سنين كان في احداث مفصليه خلونا نشوف ذاكره اليوم اليوم 23 تشرين الثاني عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كثير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ قراءة سريعة لذاكرة هاليوم بمثل اليوم من عام 1989 هدم جدار برلين بالكامل وبعام 1991 انتخاب بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة وبمثل هاليوم من عام 2005 انتخاب إيلين جونسون سيراليفا رئيسة لليبيريا وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس بإفريقيا وبعام 2014 النرويجي كارلسون يفوز للمرة الثانية بتاريخه على التوالي ببطولة العالم للشطرنج وبالعام ذاته البريطاني هاملتون يفوز للمرة الثانية بتاريخه ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 23 تشرين الثاني يوم ولادتها فبعام 1837 دير فالاس عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1910 وبعام 1860 كارل براتينغ رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1921
وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. ففي عام 1957 إيليا أبو ماضي أحد شعراء المهجر من أصل لبناني. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم 23 تشرين الثاني. نهاركم سعيد. اليوم مثل ما قلتي يا سالي 23 الشهر، كثير من الشخصيات سجل اليوم تاريخ وفاتها أو ولادتها، ولكن تركت أثر وبصمة بالتاريخ. خلونا نتعرف على شخصية اليوم. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني ولد في عام 1890، يعتبر من أهم شعراء المهجر في أوائل القرن العشرين. نشأ أبو ماضي في عائلة بسيطة الحال، لذلك لم يستطع أن يدرس في قريته سوى الدروس الابتدائية البسيطة. وعندما اشتد به الفقر في لبنان رحل إلى مصر في عام 1902 بهدف التجارة مع عمه. هناك التقى بأنطون جميل الذي كان قد أنشأ مع أمين تقي الدين مجلة الزهور، فأعجب بذكائه وعصاميته إعجابا شديدا ودعاه إلى الكتابة بالمجلة، فنشر أولى قصائده وتوالى نشر أعماله إلى أن جمع بواكير شعره في ديوان أطلق عليه اسم تذكار الماضي، وقد صدر في عام 1911 عن المطبعة المصرية. اتجه أبو ماضي إلى نظم الشعر في الموضوعات الوطنية والسياسية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1912، حيث أقام فيها مدة 4 سنوات، عمل فيها بالتجارة، ثم رحل إلى نيويورك وشارك في تأسيس الرابطة القلمية في الولايات المتحدة الأمريكية مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيم. أصدر مجلة السمير في عام 1929 التي تعد مصدراً أولياً لأدب إيليا أبو ماضي، كما تعد مصدراً أساسياً من مصادر الأدب المهجرية، حيث نشر فيها معظم أدباء المهجر وبخاصة أدباء المهجر الشمالي كثيراً من إنتاجهم الأدبي شعراً ونثراً. استمرت في الصدور حتى وفاة الشاعر في عام 1957. يعتبر إيليا من الشعراء المهجريين الذين تفرغوا للأدب والصحافة، ويلاحظ غلبة الاتجاه الإنساني على سائر أشعاره، ولا سيما الشعر الذي قاله في ظل الرابطة القلمية وتأثره بمدرسة جبران. من أبرز أعماله تذكار الماضي، الجداول، الخمائل، ديوان إيليا أبو ماضي. توفي في 23 من تشرين الثاني من عام 1957. سالي، خبريات منوعة حول العالم رح نشوفها بهالتقرير. جولة على أبرز الأخبار المنوعة حول العالم. لكن حتى هي ورا ظهرك، من خبرنا الأول لليوم من المثل اللي بيقول من رحم المعاناة يولد الإبداع، حيث أن هذا المثل ينطبق جملة وتفصيلا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أبدع بإنشاء منحوتات قوامها الورق المقوى. وإلى عالم السوشيال ميديا والفيديوهات التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية، فقد أظهر مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً رفوفاً مخصصة للبضائع وهي تنهار مثل قطع الدومينو بعد اقتراب رافعة شوكية في إحدى المستودعات.
إلى خبرنا الأخير لليوم، كتير من الدراسات حول العالم بتأكد على أن النوم المتأخر للأطفال الرضع بيضر بشكل كبير على أدمغتهم ونموها، وأن الذهاب متأخراً إلى الفراش له تأثير مختلف على عقول الأطفال أكثر من البالغين، حيث أن قلة النوم تضعف قدرة دماغ الطفل على تلقي المعلومة، لا سيما أثناء القراءة وفي الرياضيات وفي علوم الإدراك. في حين نفت دراسة كندية مؤخراً أن يكون الرضع الذين لا يحصلون على قسط واف من النوم خلال الليل معرضون لخطر الإصابة بمشكلة في النمو الإدراكي أو حتى الحركي. رح ننتقل زينب للعناوين الأدبية وأقلام لكتاب استطاعوا أن يرسموا جزءاً من نسيج أفكارنا، أو ربما يكون الملهم الأول لقلم أدبي مليء بالشغف. ولهذا الهدف أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب نتائج جوائزها الأدبية لعام 2018 اللي راح تكون اليوم موضوع حديثنا الصباحي مع سلام فاضل مديرة المكتب الصحفي في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يا اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا نحكي ونتوقف بداية عن الجوائز الأدبية اللي حصلتوا عليها بعام 2018. طبعا بداية أنا رح أرجع شوي هيك قليل من الأشهر تماما للوقت اللي أعلنت فيه وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب بتقريبا شهر شباط عن جوائزها الأدبية، وهي كانت ثلاث جوائز بدورتها بدورة عام 2018. طبعا كان في جائزة الشاعر عمر أبو ريشة للشعر، وفي جائزة الدكتور سامي دروبي للترجمة، وفي جائزة وفي كان الجائزة الثالثة هي جائزة حنا مينا للرواية. طبعا وبسبب النجاح اللي شهدته هي الجوائز الأدبية بدورتها تبع عام 2017 تم إضافة جائزتين أدبيتين أخريين لهدول الثلاث جوائز، هنن كانت جائزة القصة الموجهة للطفل، وفي جائزة ممتاز البحرة لفن اللوحة الموجهة للطفل. طبعا قبل أيام تم الإعلان عن أسماء الفائزين بهدول الجوائز، إلا أن جائزة ممتاز البحرة لفن اللوحة الموجهة للطفل تم حجبها بسبب قلة عدد المشاركين فيها. يعني هي لمحة بسيطة مثل ما بيقولوا بالتراجع، يعني نرجع في أرجعنا فيها لورا عن بداية إعلان وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب لجوائزها الأدبية، وما تلا ذلك من إعلان أسماء الناجحين بهذه الجوائز. يعني كمان بدنا نسألك سلام عن المعايير، دائما لكل شيء في معيار، مثلا لإعطاء أي جائزة أو لمنح أي تكريم، شو المعايير اللي اعتمدتوا عليها والتسلسل اللي كان بمنح هيك جوائز؟ طبعا هلا يعني فينا نعد انه الجوائز الاربعه اشتركوا بمعيار واحد، وهو يكون انه النصوص المقدمه لهذه الجوائز هي نصوص لم يتم نشرها لا ورقيا ولا الكترونيا، وانه الكاتب يوقع نص او يوقع يعني ما يدل انه هذا المخطوط عائد له. يعني هاي الجوائز الاربعه مثل بيقولوا شيء ملكية، حقوق ملكية، تماما، يعني انه هذا النص عائد له. يعني الجوائز الاربعة اشتركوا بهي المعيارية. طبعا بالنسبة لجائزة الترجمة، جائزة الدكتور سامي دروبي للترجمة، بهذا العام تم اختيار ثلاث لغات للترجمة عنا، وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية. أما بالنسبة لجائزة القصة الموجهة للطفل فكان في مجموعة معايير، وهي أنه الشريحة العمرية اللي بتتناولها هي القصة تكون هي الشريحة العمرية بين فئة 7-15 عام، طبعا أنه تكون عدد الكلمات لا يقل عن 400
150 كلمة ولا يزيد عن 1200 كلمة. طبعا وبتتناول انه الاهتمام بالطفل وبالمعايير الأخلاقية اللي حابين انه نحن نغرسها بالطفل. بالنسبة ل مثل ما خبرتكم طبعا بالنسبه للروايه والشعر يعني كانت هي المواضيع الادبيه كامله متاحه لتقديم المخطوطات الخاصه فيها. طب خلينا نحكي كمان يعني سلام عن المستوى والنتاجات الفكريه المتقدمه او المقدمه بهي الجوائز اللي حصلت على الجوائز طبعا لعام 2018. نعرف نحن 8 سنين حرب كثير طلعت فيها ابداعات كثير حكاية وكتير قصص كتير اجتهادات أدبية يعني أثمرت هاي النتاجات الفكرية. كيف كان المستوى؟ طبعا هلا الجوائز هي بتعداداتها كانت موجهة لكل الكتاب السوريين والكتاب العرب المقيمين في سوريا. طبعا بخصوص النتاجات الأدبية فكانت هاي الجوائز هو الأساس من إطلاق هاي الجوائز. إطلاق وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب لهاي الجوائز هو تحفيز المبدعين وتحفيز الإبداع بالإضافة لتحفيز الأقلام الشابة واحتضان الأقلام الشابة. لأنه أنا في شيء حابة أشيره أنه الفائزين بهاي الجوائز سيتم طباعة أعمالهم، الأعمال الثلاثة الفائزة بهاي الجوائز سيتم طباعتها ضمن منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب لعام 2019 طبعا وفق الأصول المعمول بها. بابشان هيك يعني هاي الجوائز الثلاثه كانت هي كنوع من انواع التحفيز للمبدعين كلهم، احتضان كافه المبدعين، تحفيز الاقلام الشابه. نحن مو بس مثلا عم نتوجه مثلا للمبدعين المخضرمين بهذا المجال، نحن فاتحين باب الاشتراك لكافه المبدعين بغض النظر عن الاعمار اللي بينتسبوا لهدول المبدعين. يعني مثلا شباب مخضرمين او مثلا لهم باع طويل بهذا الميدان، خاصه يعني الاسماء المختارين لكل فئه من الفئات إن كان ترجمة ولا الشعر ولا الرواية. تماما. يعني إنه أسماء كتير مهمة كمان سورية، فيعني هي قدوة كمان لحتى الواحد يتعلم منها ويقرأ تماماً. أكثر. تماما تماما تماما. يعني هو نوع من أنواع تحفيز الإبداع بكل صنوفه بكل أشكاله وبكل ألوانه، يعني بشكل عام يعني فينا نسمي هذا الموضوع. تمام. يعني من خلال المعارض سلام شفنا للطفل حصة كتير كبيرة حتى بالقصص القصيرة، بالاهتمام بعرض شيء للطفل، وتركيز الهيئة العامة للكتاب على ثقافة الطفل كان جلي وكان واضح. شو كان الهدف منه؟ هلا طبعا اجمالا التركيز على الطفل بشكل عام وتركيز الهيئه العامه السوريه للكتاب على الطفل بشكل خاص هو شيء كثير مهم، وبالذات مثلا بهي المرحله كرمال انه الطفل هو فينا نسميه اللي رح يكون البناء اللي نحن عم نبني عليه، الاساسات اللي نحن عم نبني عليها كرمال خاصه هلا في شغله خصوصي للاطفال الالعاب اللي عم يشوفوها او حتى مثلا الانترنت. هيدا قديش كمان تماماً. نقطه كثير مهمه لازم نركز عليها لانه الطفل هلا كل وقته على يعني نحن ما بدنا هلا اجمالا تركيز وزاره الثقافه الهيئه العامه السوريه للكتاب على موضوع ثقافه الطفل هو لا بصراحه كنوع من انواع شد الطفل من عالم التكنولوجيا اللي هو سرقه تماما من عالم القراءه. وللاسف الشديد انه الاطفال بهذا المجال عم بيروحوا فينا نسميها للأقصى بهذا المجال. يعني مثل ما بيقولوا المواقع اللي عم يطلعوا عليها أو بغض النظر على طبيعة الألعاب اللي عم يلعبوها هي ألعاب عم تساهم سلبا ببناء الفكر الطفلي. مشان هيك نحن بدنا نحاول أنه نشد الطفل من هاي السلبيات اللي عم بيشوفوها من خلال الشيء الإلكتروني ونرجعه لعالم الكتاب، عالم الكتاب اللي هو بيبني من خلاله الأسس الفكرية الصحيحة لبناء جيل واعي وجيل قادر انه يكمل بهذا. خاصة شفنا مهرجان كتاب الطفل الاول ايضا تماماً. التابع تماماً. لوزارة الثقافة اللي كمان نظمته يعني بدار الاساتذة، فكان كتير كان تماماً. خطوة مهمة ان شاء الله
تكون تتكرر وبيكون الوقت كان أطول يعني مثل ما طلبوا الأهالي. خلينا نحكي شوية كمان سلام عن الاحتفال اللي حيقوموا بخلال يوم وزارة الثقافة. شو الفعالية اللي مشاركين فيها ككتاب؟ هلأ الهيئة العمسورية للكتاب إجمالا بيوم الثقافة طبعا اللي حيفتتح نهار التنين بدار الأسد للثقافة والفنون، الهيئة العمسورية للكتاب ستشارك من خلال فعالية معرض كتاب بمكتبة الأسد، سيقام نهار الثلاثة ب 27 شهر الجاري. بهذا المعرض طبعا هذا المعرض له عنوان واضح، هو عنوانه اسمه الرواية ديوان العرب الجديد. يعني نحن بهذا المعرض اختصينا بعرض صنف أدبي هو موضوع الرواية. طبعا هذا أحد الفعاليات اللي نحن مشاركين فيها بيوم الثقافة، بالإضافة طبعا كمان نهار الثلاثة بمكتبة الأسد ساعة 12 ظهرا سيتم تكريم الفائزين بالجوائز الأدبية اللي سبق أن أعلنت عنها الهيئة العامة السورية للكتاب، وتقديم الدروع التكريمية والجوائز المالية لهم. طبعا وبهذا الصدد أنا بسرني بس عفوا أذكر أسماء الفائزين بهي الجوائز، تقول لهم مبروك على الهواء. طبعا اكيد ونقول لهم مبروك على الهواء، وبتكون تعذروني انا ما قدرت احفظهم كل يوم وشان اوفي كل حدا حقه ما انسى حدا. هلا طبعا في جائزه حنمينا للروايه المرتبه الاولى منحت للكاتب احمد ونوس عن روايه فينيقيل، المرتبه الثانيه منحت للكاتب علي محمود عن روايه الظل المكسور للياسمين العرجاء، المرتبة الثالثة منحت للكاتب حسام الدين خضور عن رواية المرفأ امرأة. أما جائزة الدكتور سامي دروبي للترجمة فمنحت الجائزة الأولى للمترجم عياد عيد عن رواية الجزيرة الأخيرة. نعم. أما المرتبة الثانية فمنحت للمترجم عدنان إبراهيم عن كتاب التسونامي السياسي. المرتبة الثالثة منحت للمترجمة زهرة حسن عن كتاب كل النور الذي لا نستطيع أن نرى. جائزة عمر أبو ريشة للشعر منحت المرتبة الأولى للشاعر منصور حرب هنيدي عن قصيدة من يبايعني الحب. المرتبة الثانية منحت للشاعر منير خلف عن قصيدة محاولة لإنصاف جهة سوداء. أما المرتبة الثالثة فمنحت للشاعر أنس الداوي عن قصيدة للقصيدة سرها. وجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل كمان كان في عنا ثلاث فائزين وهنن القاصي وجدان أبو محمود عن قصة بطاقات السعادة في المرتبة الأولى، القاصة نادية داوود عن قصة قلبي حبة تفاح في المرتبة الثانية، والقاصة عبير القطال عن قصة ريحانة والنجوم في المرتبة الثالثة. طبعا وبالإضافة أنه لجان التحكيم بهاي الجوائز الثلاثة نوهت بعدد من الروايات وعدد من الكتب المترجمة والقصائد الشعرية بكل فئة لحال. نعم سلام ألف مبروك للفائزين اللي تم. طبعا أكيد وأنا بحب كمان بارك لهم على الهواء وإنهم موفقين للي ما فازوا إن شاء الله يا رب. أكيد دائما في فرص تانية. أكيد دائما ما بتخلص الفرص، وخاصة فرص النجاح في ظل الحرب يلي كان يمكن هدفها أيضا تحطيم البنية التحتية الفكرية تماماً. لأي تماماً الأولى. يلي كان في إلى هدف فكري قبل الحرب يلي كانت بالشوارع تماماً مظبوط، هي حرب ثقافية، هدفها تحطيم البنية الفكرية والبنية التحتية الفكرية. تماماً سلام كيف لقيتي خلينا نقول الإقبال على هيك فعاليات ثقافية حتى من النواحي المتقدمين؟ يعني رغم الحرب عنا إبداع. تماما أول شيء حابة أقول لك أنه طبعا طرح هيك جوائز هو إثبات بشكل أو بآخر أنه الثقافة السورية هي ثقافة حية، هي ثقافة رغم كل شيء مثلا عم بيحاولوا أنه يعملوا بهدف تدمير الثقافة السورية أو حتى تهشيم الآثار السورية من خلال تدميرها أو سرقتها أو من خلال ما جرى من ما شفتي أنت تدمير
الإرهابيين لأبرز المعالم الثقافية والفكرية اللي لها عصور بهذا المجال بهدف تدمير البنية الفكرية ومحو تاريخ أمة لا يستطيعوا طبعا محيا. لأنه بالنهاية مثل ما عم قلك رغم أنه هنن كانت حربهم ثقافية ضدنا، فنحن بثقافتنا إجمالا أثبتنا أنه نحن شعب حي، أنه نحن أمة حية، أنه نحن رغم كل شيء ظروف مرقت علينا ثقافتنا مستمرة، حضارتنا قائمة، ولا تستطيع أي حرب بالدنيا أنه تنال من هي الحضارة وتنال من هذا الفكر الإنساني اللي له قرون وعصور عم ينبنى. وطبعا من خلال هي الفعاليات الثقافية هو تكريس للحالة الثقافية الموجودة بسوريا، وأنه رغم كل ما جرى الثقافة موجودة، الثقافة حاضرة، الثقافة قائمة، ولا تستطيع يعني لا تستطيع أي شيء محوها. وطبعا تفاعل العالم مع كل هاي الفعاليات الثقافية هو أكبر دليل على أنه الشعب السوري هو شعب حي. أكيد يعني لاحظنا أنه كتير فئة الشباب يعني مثل ما قالت سالي عم تنخرط بهذا المجال، هو تعبير عن كل شيء عم بيعيشوه من ضغط الحياة، من أفكار، من أحلام، بروايات معينة أو يمكن نثر أو شعر، أي نوع أدبي. خلينا نحكي عن نشاطاتكم بالهيئة العامة للكتاب، شو الإجراءات اللي رح تعملوها أو النشاطات المقبلين عليها بالسنة الجديدة؟ هلأ في العام القادم طبعا نحن سنتابع نشر استقبال المخطوطات بالميادين كافة، يعني إن كان ترجمة، إن كان منشورات طفل، إن كان تأليف، سنتابع استقبال هاي المخطوطات وسنتابع طباعة الكتب. ودائما نحن بنحاول جاهدين أنه يعني من النادر أنه تناول الكتب الفكرية التي تساهم في بناء الفكر الإنساني، تساهم في إعمار هذا الفكر الإنساني، يعني تكون كتبنا نوعية هي، وتكون كتبنا تحمل المعلومات الهاتفة التي تفيد. هاي بالنسبة لموضوع الكتب، يعني سنتابع نشر الكتب وسنتابع اختيار الكتب ذات السويات العالية. الشغلة الثانية طبعا سنتابع المعارض، معارضنا اللي نحن منقيمة بشكل عام، بالإضافة طبعا لشو مثلا ممكن يجي ندوات، ممكن يجي فعاليات أخرى. سنتابع نشر الكتاب الإلكتروني، ويعني هي أبرز العناوين الرئيسية فينا نسميها للعام الجديد. ملخص سريع لهيدي الفعاليات والمعارض. بدنا كلمة هيك منك سلام لكل اللي حابين أنهم يشاركوا ويتقدموا بروايات، بدواوين شعرية، بأي شيء. الباب مفتوح أكيد، في شروط معينة ولا في معايير معينة بتم التقدم إلى ولا لا التعيين؟ إجمالا أنا مثل ما ذكرت بالبداية تماما نذكر إنه تماما إنه طبعا هلأ هاي دورة 2018 من الجوائز الكافة تم الإعلان عنا، وطبعا باركنا للفائزين وشجعنا تماما شجعنا اللي ما فازوا هاي الدورة أنه يرجعوا يتقدموا بالدورات القادمة. أكيد لازم ينبسطوا، لأنه بالنهاية الفكر الإبداعي هو فكر تكاملي، يعني كله بيكمل نجاح كله تماما 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 كله بيكمل كله بقى. بشان هيك العام القادم إن شاء الله بدورة الجوائز الأدبية لوزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب بنشجع وبندعي كل اللي ما فازوا هالسنة وكل اللي كان عندهم رغبة إنه يشاركوا هالسنة بس بسبب أو بظرف أو بآخر ما قدروش. حاسسك بدك تقولي لهم لا تزعلوا. طبعا يعني اكيد هلا التشجيع للكل تماما يعني. بالدورات القادمه لانه جايه دورات اسا في ان شاء الله 2019 و2020 في عندنا دوراتنا وفي ممكن جوائز جديده تطلع، عشان هيك بنشجعهم انه يتقدموا على كل هاي الجوائز ويبادوا بالتقديم لها، لانه
بالنهاية أي حدا فينا وقت بيكون عنده قلم وكاتب بحب أنه يحتضن هذا القلم بشكل أو بآخر بقى أكيد. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. أكيد، وأنا بدي ضم صوتي لصوتك أكيد. وبدي أقول لهم بكفي شرف المشاركة والتجربة، وإن شاء الله الأعوام القادمة أكيد. بتكون سنين خبرة لهم، خلينا نقول تماماً ونجاح بيسحلوا فيها خبراتهم ومهاراتهم. شكرا لك يا سلام على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وألف مبروك تاني مرة لكل اللي نجحوا بالجوائز. شكرا لوجودك يا اهلا وسهلا. اكيد بدنا نرجع نتشكرك سلام فاضل مديره المكتب الصحفي في الهيئه العامه السوريه للكتاب، نورتي صباحنا. يا اهلا فيك يا حبيبتي. شكرا سالي. هلا رح نروح طبعا لدمشق وتحديدا صاله عشتار اللي احتضنت معرض الفنانه رنا لطفي والفنان غيلان الصفدي اللي كان تحت عنوان امراه ورجل. تفاصيل عن هالمعرض مع زميلتنا ريم سليمان. زينب رح ننتقل للأعمال اليدوية والصناعية، فنية أيضا بتكون ومتنوعة، ومنتجات غذائية محلية صنعتها أيادي أبطال صنعوا النصر في ساحات المعارك. جرحى الجيش العربي السوري يشاركون ضمن مهرجان صنع في سوريا بصالة الجلاء بالمزة بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها للتعريف بمنتجاتهم ومساعدتهم على تحقيق ريع إضافي ودعمهم ماديا ومعنويا. تفاصيل أوفى في تقرير زميلتنا نور إبراهيم. الإرادة دفعتهم لتطوير قدراتهم وتوظيفها رغم إصاباتهم في صناعة المنتجات اليدوية وتسويقها لينجز أبطال من جرح الجيش العربي السوري مشاريعهم الصغيرة بإصرار على الحياة الكريمة والإخلاص للوطن. كجناحي مختص بمنتجات الجرحى غذائية ولا أي منتج بيشتغلوا الجريح، نحن عم ينعرض ضمن هذا السوق لينباع بأسعار منافسة للسوق وجودة عالية. هلأ نحن اليوم الأخير باليوم السابع هو اليوم الحمد لله كان فيه بيع كبير، وإن شاء الله انباعت مثل ما عم نشوف هلأ إن شاء الله انباعت 60% من المواد. شفنا أقبال كبيرة على المواد. هذا الشيء كتير كان فيه له هيك أثر معنوي كبير عندهم، يعني للجرحى هنون عم يشتغلوا وعم بينجوا وعم بيجيهم مردود مشان يكونوا قادرين على إعالة نفسهم على إعالة عيالهم. أعمال يدوية وصناعية فنية متنوعة ومنتجات غذائية محلية صنعتها أيادي أبطال صنعوا النصر في ساحات المعارك جرح الجيش العربي السوري يشاركون ضمن مهرجان صنع في سوريا بصالة الجلاء في المزة بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها للتعريف بمنتجاتهم ومساعدتهم على تحقيق ريع إضافي ودعمهم ماديا ومعنويا. هاي المشاركة الثانية، البازار الأول كان بمصياف من حوالي الشهرين، تلاقى رواج منيح عند الناس، وهي التجربة الأولى بصنيعة في سوريا
طبعا كتير الشكر للسوري للتجارة وغرفة صناعة دمشق، هي اللي أتاحت لنا المجال لحتى نفتتح المعرض هون. الحمد لله لاقى رواج كبير عند الناس. ديان يوسف ومشارك بهذا المعرض بتحف ريزين وخشبيات وهيك شيء. نحن عندنا مشغل اسمه البيت السوري، في أنا ومجموعة جرحى عاملين المشغل وعم ننتج شغلات خشبية، يعني كل شيء خشبي شايفتيه هون شغلنا نحن. أنا الجريح نور الله سائر الحي منطقة الغرب، مشارك بالإكسسوارات صناعات يدوية. صنعوا النصر بسواعدهم في ساحات المعارك، قاتلوا لينالوا وسام الشرف على صدورهم إصابات زرعت في جسدهم الطاهر ياسميناً. اليوم يصنعون النصر من جديد بأيديهم أعمال ومشغولات يدوية وتحف فنية لجميع الناس. تالي خبرنا التالية من السينما، حيث تشارك سوريا في المهرجان الدولي لأفلام المقاومة في إيران بأربعة أفلام سينمائية طويلة من إنتاجها في الفترة الممتدة بين 26 و30 من الشهر الجاري. الأفلام السورية التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان هي فيلم الأب لباس الخطيب، رد القضاء لنجدة أنزور، مطر حمص لجود سعيد، وليليت السورية لغسان شميت، والتي ستتنافس مع 20 فيلما من بلدان أخرى. أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. هي ثالث مرة تجي لعندي يا أم خالد. وختام أخبارنا يا زينب الثقافية لليوم هي من القاهرة، فقد استعاد عدد من نجوم السينما المصرية ذكرياتهم مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في افتتاح معرض جمع أكثر من 500 صورة من تاريخ الحدث السنوي البارز. بجانب الصور الفوتوغرافية يضم معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تسجيلات مصورة من افتتاح وختام الدورات السابقة، إضافة إلى الملصقات الدعائية لدورات المهرجان المتتالية والأفلام التي شاركت فيها، وكتيبات صدرت عن فنانين مصريين وأجانب بمناسبة تكريمهم. ومن بين من حرصوا على تفقد المعرض الممثل حسين فهمي شقيقه مصطفى فهمي، والممثلة لبلوبة، والناقد السينمائي طارق الشناوي. هذه كانت أبرز الأخبار الثقافية لليوم، متابعين معكم بصباحنا لكن بعد الفاصل. قيمة أي ثقافة زينب بالعالم بتنبع من قدرتها الفاعلة على صناعة وعي عام. رغم الحرب على سوريا لمحو الهوية وتشتت الصف، بقيت سوريا تقاوم وتبني وتصر على إنتاجها وعطائها في الجوانب الثقافية. فكانت الإنتاجات ما بين عروض مسرحية وأفلام سينمائية ومعارض تشكيلية وطباعة كتب متجددة وحفلات وندوات ومحاضرات ثقافية وإنتاجات درامية، بالإضافة للمحاولة المستمرة في نشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن الواحد. بذكرى تأسيس وزارة الثقافة السورية بيوم 23 تشرين الثاني لعام 1960، أقامت الوزارة يوم الاحتفال بهالمناسبة كعهد متجدد للمقاومة لإنعاش الصورة الثقافية بسوريا ومنا إلى العالم أجمع. يوم الثقافة السورية رح نحكي عن فعاليات وزارة الثقافة، فعاليات مديرية المسارح والموسيقى مع مدير مديرية المسارح والموسيقى عماد جلول. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. الله صباح الخير. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا بداية أستاذ، مبارح كان يوم الثقافة السورية،
بدنا نحكي أكثر، هو امبارح كان ولا اليوم؟ 26 الشهر 26 الشهر ما بعرف، يمكن اختلطت علينا الأمور زينب. ما بيأثر، نحن كل يوم بسوريا عنا يوم ثقافة، نحن ما رح نحدده بيوم معين، خلينا نقول لأنه كل يوم عنا تجدد ثقافي، فاليوم وبكرة وب26 الشهر هو يوم الثقافة بدنا نعتبره، خلينا نحكي عنه بشكل عام. هلا هو يوم الثقافة السوري تحدد ب 23 الشهر، ولكن سنويا للمرة الثالثة بيكون ب 23 الشهر مشان ما يصير خربطة. هذا العام لأنه حيكون الافتتاح الرسمي والحفل الرسمي فيه بتاريخ 26 الشهر الاثنين، 26 الشهر بالهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون. يوم الثقافة السوري بتشارك فيه كل مديريات الثقافة في دمشق وكل المحافظات السورية. ده حيكون الافتتاح مثل ما ذكرت بالهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بمعارض بتضم معرض فن تشكيلي ومعرض آثار ومعرض ملصقات مسرحية لنتاج مديرية المسارح والموسيقى من عام 2017 لليوم يومنا الحالي. ايضا كمان عندنا معارض للالات السينمائيه القديمه ومعرض صور لمديريه ثقافه الطفل بالهيئه العامه لدار الاسد الثقافي والفنون، ومن ثم ننتقل الى الحفل الفني اللي حيكون بقياده واشراف نبال بشير الفنان نبال بشير، وحيتم بهذا الحفل عرض فني متميز جديد اضافه الى تكريم كوكبه كبيره جدا من القامات الثقافيه السوريه. ومن ثم بعد يوم الافتتاح 26 حنتابع كل فعالياتنا بكل مديريات وزارة الثقافة في كل المحافظات السورية، ومستمر هذا الاحتفال. يعني الاحتفال يوم الثقافة صار مثل ما تفضلت وقالت انه هو ما انه محصور بيوم واحد، انما اخذ ابعد وصار تقريبا مثل مهرجان ثقافي كبير مستمر عروضه لمدة ما يقارب يعني أسبوع أو البعض مستمر. مثلنا نحن مديرية المسارح والموسيقى حنفتتح عروضنا المسرحية الجديدة التي أنتجت خصيصا لهذه المناسبة مستمرة لمدة ما يقارب 15 يوم في أيضا في دمشق وكل المحافظات السورية. نعم حيكون بكل المحافظات. إذن خلينا نحكي عن أيضا الفعاليات العامة بشكل عام لوزارة الثقافة، وخاصة إحنا هلأ بنهاية عام ومبلشين مقبلين على عام جديد، إن شاء الله بيحملكم كل الخير. إن شاء الله الخير للجميع. هلأ على سبيل المثال مديرية الآثار والمتاحف عندهم افتتاح المتحف الوطني أمام الزوار بشكل مجانا بهاي الاحتفالية. المراكز الثقافية أيضا عندهم افتتاح مركزين ثقافيين جداد وفعاليات كتير كبيرة لمديرية ثقافة الطفل، والهيئة العامة لدار الأسد الثقافي والفنون عندهم حفلات موسيقية للفرقة السيمفونية بقيادة المايسترو ميساك بكبردريان، وحفل الفرقة الموسيقى العربية بقيادة عدنان فتح الله، و ايضا ان شاء الله ما ننسى حدا، يعني لانه المديريات كثير كثيره والفعاليات كثيره نحن كمديريه مسارح وموسيقى عندنا عروض مسرحيه وحفلات فنيه وفنون شعبيه وعروض مسرح راقص في يعني كل المحافظات السوريه. مهر للطفل كمان حصه كبيره، يعني منها عرض للاطفال جديد، ومديريه المعهد الموسيقيه كمان حتقدم حفلات موسيقيه للاطفال مع الاساتذتون، ومديرية ثقافة الطفل برنامج غني واسع بخص الطفل. يعني هلا هون بدي اقول شغلة، يعني حقيقة مشان ما نخفل جهود حدا، دائما المديريات اللي المنتجة للعمل الثقافي مثل المسارح والموسيقى وهيئة الكتاب والهيئة العامة لدار الأسد الثقافي والفنون تنتج منتوج ثقافي ببين للجمهور، ولكن إلى جانب هاي المديريات في مديريات كتير كبيرة عم تشتغل هي داعمة وبتأمن كل التعاون مع هاي المديريات، مثل المديريات الثانية كالقانونية والتخطيط والهندسة والإدارية، كل هاي المديريات لولا التعاون مع كل مديريات الوزارة مع بعض البعض ما وصلنا لهذا النجاح. نعم، يعني أستاذ عماد نحكي عن اللمحة البانورامية، عن نشاط المديرية مديرية المسارح والموسيقى لعام 2018، يمكن كان هذا العام حافل.
بالنشاطات بالفعاليات وخاصيته الطفل. وكنا مع ضيفتنا سابقا عم نحكي قديش مهم التركيز على الطفل مو بس بالكتاب وايضا بالمسارح وايضا بالموسيقى. الطفل له كان حصه كبيره. خلينا نقول الطفل كان العنوان العريض لعام 2018 بجميع المحافل الثقافيه. خلينا نحكي حقيقه هو الموسم من عام 2017 و2018 يعني كان في تميز كتير كبير عن الاعوام الاخرى، على الرغم انه الاعوام الماضيه كانت يعني بالنسبه للجمهور جيده، ولكن بعام 2017-2018 حققنا نقلة نوعية بعودة الكبار نجوم المسرح للمسرح. يعني أمثال الأستاذ غسان مسعود، الأستاذ أيمن زيدان ما تركنا، يعني دائما بكل موسم في له عرض مسرحي، الأستاذ مأمون الخطيب والأستاذ زيناتي قدسية مؤخرا قدمنا عرض حفلة على الخازوق. كان بعد غياب زيناتي قدسية كان مو غياب كتير، العام غياب كان عام 2017 قدم غاندي عمل غاندي. هو تقريبا يعني نحن ما شاء الله من كثرة المخرجين عندنا عمل واحد لكل مخرج بالسنة، يعني بادرة منيحة، وخاصة انه يمكن هاي الفترة اللي مرقنا فيها كان المسرح او خشبة المسرح هي شيء للتعبير عن أكيد. نبض الشارع السوري لتكون اكبر يعني ومخاطبة للجمهور بشكل مباشر. اكيد، وهذا الشيء لمسناه يعني من الاقبال الجماهيري على كل عروضنا المسرحية اللي كانت خلال موسم 2017-2018. وان شاء الله نحن خططنا كبير كثير بعام 2019، ما راح نحكي عنا كثير، بدنا يعني انتم كاعلام تكونوا هيك شركاء معنا وتتابعونا وتشوفوا الفرق في نقلة نوعية على مستوى يعني الكم والنوع والانتشار بكل المحافظات السورية. هلأ الطفل يعني أنا ذكرت أنه مشكورا السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد، كل توجيهاته كانت أنه ما نرهق الأسرة السورية بموضوع شباك التذاكر، فلذلك مهرجان الطفل دائما وكل تظاهرات مسرح الطفل كانت مجانية. هلأ هو عم بياخذ صدى كتير كبير مهرجان الطفل، لأنه مو بس الطفل اللي بيحضر إنما الأسرة السورية هي اللي بتحضر دائما، بتلاقي الطفل اللي يحضر بتجي معه الأم والأخت والأب. فهون انطلقنا إنه بهي التوجيهات إنه كل العروض بكل المحافظات السورية تكون مجانا بما يخص عروض الطفل. حتى نحن عروضنا تبع الموسم المسرحي يعني شباك التذاكر رمزي ورمزي جدا جدا، يمكن نحن المديرية الوحيدة اللي ما رفعت أي رسم من رسومها من عشرات السنين. يعني الهاجس الوحيد هو حضور الجمهور، وأنه الشيء اللي بيسعدنا وبيروح تعب الفنان وعمله شهرين وتقديم عرض مسرحي 15 يوم هو هذا الإقبال الجماهيري اللي بيجي وبيشوف العرض المسرحي. تمام. أكيد يعني بدنا نسألك كمان إنه هي السنة لاحظنا أو من سنة من شي كم سنة لاحظنا إنه في كتير من الفنانين السوريين كانوا عم بيعملوا حفلات جماهيرية وشعبية ليشاركوا الجمهور السوري على المسارح التابعة لوزارة الثقافة. نعم. وشفنا هذا الشيء بدمر، وشفناه بدار الأسد للثقافة والفنون، أسماء كبيرة مثل الفنان السوري جورج وسوف اللي كمان كان كتير خطوة حلوة بعام 2018. فشو تحضيراتكم بعد نجاح هي الخطوة العام الجديد؟ هل حقيقة هي التحضيرات هي تابعة للهيئة العامة لدار الأساس الثقافة والفنون، كونه مجمع دمر ومسارحهم تابعة لهم. أكيد عندهم خطة وخطة طموحة واسعة جدا إن شاء الله بال2019 هن بيعلنوا عنها، يعني ما بدني أنا أخذ دورهم وأحكي عنهم، بس أكيد في شيء كتير فينتظرنا الجمهور يعني ب2019 سواء حفلات موسيقية أو مشاركة فنانين أو حتى مسرحيا، يعني حاضرين شيء إن شاء الله مكون عند حسن الظن. يعني يمكن ما بدك تسرع عن المشاريع لل 2019 مشان نكسب لقاء تاني معكم، لأنه نحن أكيد نحن كإعلام أنا مؤمن بالإعلام أنه كتير شريك أساسي لإلنا لحتى يعني يوزع صوتنا ومسارحنا للجمهور. تعرفوا شاشاتكم كتير متابعة، فنتمنى أنه خليها لوقتها. واجب علينا انه نكون ضمن نغطي جميع الفعاليات الثقافيه، ويمكن كاميراتنا عم بتكون متواجده بجميع الفعاليات سواء كانت للطفل او حتى للشعر ولكافه الفعاليات. يمكن هيدي رسالتنا وهذا واجبنا تجاه بلدنا وتجاه اي مؤسسه عم تنشر دائم الوعي والثقافه. طب خلينا نحكي هيك شوي ايضا، يمكن
كان ما رح نصرح عن فعاليات 2019. رح هلا عن 2018 ب 25/12 افتتاح مهرجان الطفل. هي هالسنة يعني قررت وزارة التربية انه تكون عطلة الربيع ب 25/12، عادة بتكون ببداية شهر واحد، فكمان حنصرح عن مهرجان الطفل اللي هلا نحن عم نحضر له بالتوازي مع مديرية مع اعمال يوم الثقافة. في عروض للأطفال وأنشطة موازية، رسم ونحت وورشات كتابة أيضا في دمشق، ومو بس كل المحافظات حتى معظم المراكز الثقافية. يعني على سبيل المثال بدمشق عندنا مسرح الحمرة والأبان والعرايس، ومشكورة مديرية الثقافة استعنا بمراكز ثقافي العدوي وكفر سوسي وأبو رمانة ومركز ثقافي المزة. كل هاي العروض اللي حتكون مجانية اعتبارا من 25/12 إن شاء الله، ومستمر لنهاية عطلة الربيع للأطفال بداية 5/1 تقريبا. نعم، خبرنا لك عن الأخطاء اللي حابين تستفيدوا منها بالعام الجديد. بالعام الجديد هلأ نحن دائما الإنسان اللي بيشتغل بيتعلم من أخطائه دائما. إن شاء الله عم نركز على أنه نرجع مثل ما قلت 2018 نستقطب أكبر عدد ممكن من النجوم المسرحيين اللي تركوا المسرح لفترة معينة لسبب ما، وإن شاء الله ب 2019 موعودين وقدموا بعض النصوص المسرحية اللي حتكون ضمن خطتنا ب 2019. يعني دائما أستاذ عماد بيكون في هيك شغلات مميزة، خلينا نقول كل الفعاليات حلوين بس في شيء كان مميز عن شيء. شو اللي لقيت هيك شيء مميز؟ بأي عام؟ 2018 أكيد رح نحكي 2019 شو لقيت هيك الشيء الحلو المميز؟ كلهم حلوين ما بدنا نزعل حدا يعني، بس أنا أكيد خلص جاوبتي على السؤال، كلهم حلوين كلهم مميزين. بالنسبة بالنسبة لي الحكم هو الجمهور، هو المتلقي، هو اللي كان عم بيتابعنا، فخلينا نترك الجواب له لأنه يعني كل شيء قدمناه صدقيني في جهد وتعب، ونتوجه بالشكر لكل الفنانين اللي ما زالوا أوفياء ووقفوا على خشبة المسارح يعني لمقابل تقريبا شبه يعني شبه رمزي. نعم، يعني كمان ما حبيت تحكي شو المميز، كله مميز. الأطفال هيك كيف كنت ملاقي تفاعل الأطفال؟ تفاعل الأطفال هو اللي بيشرح القلب حقيقة بكل العروض المسرحية، فدائما نحن البسمة على وجوه الأطفال بتبين يعني، والطفل ناقد ذكي حقيقة بيبين على وشه كل شيء. تمام، يعني خلينا نحكي كمان عن بعد هاي العام مكلل بالنجاح، كان في مهرجان كتاب الأول للطفل، كان في مهرجان وفعاليات متعددة، مسارح متعددة، شو حابين تعملوا شيء جديد أو شو عم تستفيدوا من الخبرات الثانية من بلدان أخرى حابين تضيفوا على العام الجديد؟ هلا نحن بمهرجان الطفل نسيت اقول لك نحن حيكون عندنا استضافه لعرض مسرحي من لبنان قريبا ان شاء الله، وفي استضافات كثير حتكون ب 2019 لعده عروض مسرحيه من كذا دوله ان شاء الله. يعني كلمة هيك أخيرة بتحب توجهها لكل يلي عم بيتابعنا أستاذ عماد، كلمة أخيرة هيك من منبر الإخبارية السورية لكل المشاهدين. هلا أنا أكيد ذكرت بعض يعني بعد الفعاليات اليوم الثقافي، أنا بتمنى إنه يرجعوا يتابعونا بكل مواقع المديريات، على موقع مديرية المسارح والموسيقى، موقع وزارة الثقافة، لحتى يعرفوا تفاصيل البرنامج العام لهي الاحتفالية وبرنامجنا بشكل عام خلال 2019 إن شاء الله. نعم، شو الشغلات اللي عم أيضا عم بتعززوا فيها كمديرية مسارح وموسيقى، الشغلات اللي عم تعززوا فيها هذا الشيء؟ ب 2019 نحن أطلقنا من سنتين مشروع دعم مسرح الشباب، إن شاء الله اللي حيكون ب 2019 الحصة أكبر، وحيكون في يعني عدد العروض اللي والمنح الإنتاجية حتشمل معظم المحافظات السورية بشكل أكبر إن شاء الله. نعم، يعني شغلات كثيرة هيك حكينا فيها يمكن كانت شوية مختصرة، قديش هيك يعني
النجاح بيعطي دافع أيضا لتقديم ما هو أفضل وشيء أفضل للكل. قديش إقبال الناس كمان بيعطي هيك شيء حلو. دايما النجاح بيعطي حافز لأنه نحنا لسه نقدم. قد ما قدمنا منكون مقصرين تجاه هدول العالم يلي حابين هذا الشغل. أكيد بهاي الأزمة يعني الجمهور كان كتير وفي لعروضنا المسرحية، وهذا الوفاء قوبل بوفاء من قبل مخرجينا حقيقة اللي هنا حطوا كل اهتمامهم ليقدموا شيء جديد وممتع للجمهور. لأنه المسرح بلا جمهور يعني أنا برأيي الشخصي ما نو مسرح. فجمهورنا هو اللي عم بيخلينا دائما نخطط ونكون خطط طموحة لقدام إن شاء الله. فتحتوا خط تواصل مع الجمهور إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي لتشوفوا شو الاهتمامات المشتركة وتحاولوا تنفذوها على أرض الواقع؟ تقريبا يعني إلى حد ما. أهلا معنا نحن موقع مديرية المسارح والموسيقى، أكيد في تواصل مع كل الجمهور. فعم شو يعني أحيانا بيكون في هيك سبر لبعض الملاحظات وأحيانا نأخذ فيها يعني حسب ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني مثلا نحن قدمنا عرض لأستاذ أيمن زيدان وزار في حمص واللاذقية وطرطوس، دائما بتكون هاي ضمن الإمكانيات المتاحة. كتير بيجينا طلب مثلا أنه ليش ما بيكون بضم كل المحافظات السورية. يعني المانع الوحيد هو خلينا نقول القدرات المادية. يعني كتير فعاليات وكتير أمور حكينا فيها كانت يعني جدا يمكن مهمة لكل المتابعين اللي بيحبوا أنه تكون إلى وقع. يعني تعزيز حضوركم بالمحافظات، خلينا ننتقل من دمشق المحافظات، خلينا نحكي شوي عنه بالمحافظات السورية. هلا هالسنة احنا عن ضمن يوم وزارة الثقافة عنا عرض مسرحي بحمالة كاميليا بطرس وبالحسكة واللاذقية في عروض مسرحية وفي طرطوس مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية. عنا عرضين مسرحيين لمشروع دعم مسرح الشباب وحفل موسيقي، وعنا عرض مسرحي للكبار ومعارض فن تشكيلي أيضا ضمن بعض المسارح اللي هي تابعة لنا. وبسويدا في عنا عرض مسرحي جديد وبينطلق ب 27. كل العروض المسرحية حتنطلق ب 27 ومستمرة لما يقارب 12 يوم أو 15 يوم إن شاء الله. نعم. كلمة أخيرة حابب تتوجه فيها لكل اللي عم بيشوفونا، إنه مثل ما قلنا الاحتفالية حتكون ب 26 شهر يوم الاثنين. نتشرف بمتابعتهم، نتمنى متابعتهم لصفحات التواصل الاجتماعي سواء وزارة الثقافة أو مديرية المسارح والموسيقى ليأخذوا تفاصيل أكبر عن البرنامج العام، لأنه حقيقة برنامج كتير غني وكبير وما رح أقدر أذكر حتى ساعات العروض يعني. وبجمهورنا نحن مكملين. يعني استاذ عماد يمكن تعبناك قد ما يلا بدمشق بالمحافظات. اكيد بدنا نتشكر حضورك، نتشكر جميع المعلومات اللي قدمت لنا اياها عن المديريه. يمكن كان الوقت قصير ولكن احنا اطلنا شويه بالحديث. شكرا كثير لوجودك معنا، موفقين وان شاء الله للامام ولا الافضل لرفع اسم سوريا عالي اللي هو عالي. ان شاء الله لك. شكرا لكم. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحه العربيه العالميه والسياسيه مع زميلتنا كاترين عديمه. يسعد صباحك يا كاترين. يسعد صباحك سالي. مشاهدينا موجز لاهم الاخبار بعد الفاصل. تواصل المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر محاولاتها التسلل والاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري المتمركزة في ريف حماه الشمالي. وحدات من الجيش السوري رصدت تحركات الإرهابيين ما يسمى كتائب العزة والمجموعات المرتبطة بها على محور قريتي تل الصخر وجنابرة، حيث تعاملت مع محاولات التسلل بالوسائط النارية المناسبة وأجبرت الإرهابيين على الفرار بعد إيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في فعاليات الجمعة تحت شعار المقاومة توحدنا وتنتصر، وذلك تأكيدا لاستمرار مسيرات العودة والالتفاف حول المقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال. وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، فيما أدانت الهيئة تدمير المؤسسات الإعلامية مؤكدة تضامنها مع أصحاب البيوت المدمرة، معتبرة استهدافها حالة إفلاس إسرائيلية. في العراق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده والتزامها بتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار، مشيرا إلى أن العراق بإمكانه لعب دور مهم ومحفز في إقامة نظام إقليمي قائم على الأمن المشترك. ونقل عن صالح قوله في مؤتمر حوارات المتوسط المنعقد في روما إن الوقت حان لاستقرار وازدهار العراق وتحويل ذلك إلى مصلحة مشتركة لدى دول الجوار، مبينا أن العراق بلد مهم في المنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. قال مصدر أمني صباح اليوم الجمعة أن مسلحين هاجموا قنصلية الصين في مدينة كراتشي الباكستانية، وقالت وسائل إعلام محلية أن الهجوم أربعة رجال حاولوا اقتحام القنصلية أسفرا عن مقتل شرطيين وإصابة شخص ثالث بجروح، فيما توقع رجال الأمن محيط الهيئة الدبلوماسية الصينية. في خبرنا الأخير، واصل المئات من عناصر الشرطة والمتطوعين التنقيب بين حطام أشرس حرائق تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحثا عن رفات الضحايا، في حين هطلت هطول الأمطار من المتوقع أن تعوق جهودهم. وأودى حريق أطلق عليه كامباير بحياة ما لا يقل عن 83 شخصا، ولا يزال مصير 563 شخصا مجهولا داخل وحول مدينة باراديس التي يقطنها نحو 27 ألف نسمة، والتي التهم الحريق جزءا كبيرا منها منذ نشوبه قبل أسبوعين. كانت هذه أهم الأخبار، نعود الآن لبرنامج صباحنا غير. شكرا لك زميلتنا كاترين عدمة، كنت معنا من غرفة الأخبار، أكيد متابعين ببقية فقرات صباحنا لليوم. وين يا زينب؟ هلا رح نروح أكيد على يوم التطوع والعمل الإنساني ضمن احتفالية يوم الثقافة السورية. تطلق جمعية الصخرة فعاليات الثقافية بالخامسة وطبعا بهذا الشهر احتفالية معينة لجمعية الصخرة وأنشطة. بس نرحب بالسيدة نهال السمان فيكتوريا عواد، عضو مجلس إدارة بجمعية الصخرة. والسيد تعرفنا عن حالك كمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكي. يمكن دائما منحب بداية نعطي لمحة تعريفية عن الجمعية اللي عم نحكي فيها، هي جمعية الصخرة. خلينا نعطي مدام فيكتوريا لمحة تعريفية لجميع مشاهدينا. نحن جمعية الصخرة، شعارنا إجا من على هذه الصخرة أبني وطني. مجموعة سوريين متطوعين أنشأوا الجمعية وعم بيعملوا على إنشاء جيل نبني، لأنه نحن بحاجة لبناء بشر قبل الحجر. صحيح. بالوقت الصعب تأسسنا بالأيام الصعبة اللي مرقت على البلد. نعم. ومستمرين بشغلنا. نعم دكتور بشار، خلينا نحكي شوي عن أنشطة جمعية الصخرة. يعني مو غريب على جمعية الصخرة دائما تكون شريك بكل الفعاليات المحلية أو المجتمع المحلي وأيضا الثقافية، فخلينا نحكي عن الأنشطة بشكل عام. الحقيقة الهدف الأساسي كان من جمعية الصخرة هو تجزيء السوريين بأرضهم بقراهم بمدنهم. من هيك اجت اسم الصخرة لهذه الجمعية. فنحن الحقيقة اشتغلنا على ثلاث محاور رئيسية، هي التعليم، التنمية، والثقافة والتراث. فبالنسبة للتعليم
نحن بظروف الحرب يلي مرقت في طلاب كتير كانوا عم بيواجهوا صعوبات خصوصا اقتصادية بمتابعة دراستهم. فنحن خلال الثلاث سنوات الماضية حاولنا انه ندعم عدد منهم لا يقدروا انه يتابعوا دراستهم. فالحقيقة من بالسنة الاولى كان في حوالي 1200 طالب موزعين بين طلاب جامعة وطلاب مدرسة، وتابعنا بالسنتين اللي بعدهم. السنة حاولنا انه نتوسع شوي بسبب انه الظروف الامنية صارت احسن. هاد فطلعنا من دمشق وريفة لريف اللادقية لريف حوران لريف حمص. حلو. عنا معهدين ساعدنا فيهم لطلاب بدورات تاسع وبكالوريا بشكل أساسي. والسنة بالفعالية اللي عنا ياها بخمسة وعشرين شهر يعني بعد بكرة رح يتم تكريم خمس طلاب من طلاب البكالوريا يلي كانوا متفوقين وجابوا علامات عالية. نعم. فهذا بالنسبة للتعليم. أوكي. بالنسبة للتنمية هلأ هو المحاور بتتداخل مع بعضها، يعني نحن وقت نشتغل على التعليم ممكن كمان عم نشتغل على التنمية. فبالنسبة للتنمية عنا مشاريع صغيرة، عنا مشغل للصابون، صابون الغار وصابون الجليسيرين، عنا مشغل لشمع تبع الزينة شغلنا في عالم يعني نوع من خلق فرص العمل. حلو. هذا المشروع صار له تقريبا حوالي 3 سنين ويعني ماشي بشكل مشاريع تنموية. يعني مشاريع تنموية. بالنسبة للثقافة هلأ بالنسبة للتنمية عنا مركز باللادقية للأطراف الصناعية. حلو. فتقريبا صار له سنة ونص المركز شغال، قدرنا انه نركب حوالي 120 هن اطراف سفلية فقط. نعم. حوالي 120 طرف. نعم. فهذا كمان اذا اخذناه كانساني بس كمان كتنموي، لانه الانسان يلي نرجع نركب له طرف هذا انسان بيقدر يرجع يفوت على سوق العمل. حلو. بيقدر انه يتابع دراسته اذا كان طالب بشكل اريح وبشكل فعال اكثر. بالنسبة للتراث نحن أخذنا بيت بالشام القديمة. حلو. هذا البيت عم نرممه صرنا حوالي سنة ونص عم نشتغل طبعاً لش فعالية لشيء جديد أو لرسالة وهدف جديد. يمكن اللي عم تحكي أعمال زاخمة ومشكورة هيدي الجهود اللي عم بتبذلوها وتقوموا فيها. بدنا ننتقل لك مدام فيكتوريا، دائماً الجمعية من خلال تأسيسها شروطها لوقت إشهارها بيكون في بذهن القائمين عليها هدف ورسالة إنسانية معينة، تحكي لنا عنها شوي. هي الحقيقة مثل ما تفضل الدكتور هي بقاء السوريين ببلدهم. عم نعمل جهدنا لكل مشروع يوصلنا لهون للتجزير لنبقى ونحافظ على مواطنة مواطننا. البيت العربي اللي حكى عنه الدكتور هو عم بيترمم دمشقياً لنحافظ على التراث الدمشقي، وأنشأنا فيه معهد لتعليم الترميم الدمشقي. بركان فينا نعمم عبيوتنا الدمشقية ترجع لتراثها وتاريخها الأساسي. كل الشغل بيصب بهاي الناحية، إن كان مشاريع تنموية فالمشروع التنموي مثل الصابون والغار عم بيساعد فينا نقول هلأ معظمهم النساء، لأنه صار عنا عدد كبير من النساء هن معيلات لبيوتهم وأسرهم الحقيقة. فخلق فرص العمل كمان بتساعد على أنه المواطن يلاقي أسهل طريقة لبقائه وشوي مخفف من الصعوبات، بس يكون عنده فرصة عمل يقدر يعيل فيها أسرته. نعم دكتورة بشار، يعني كثير الجمعيات اللي عم تشتغل بهذا المجال التطوعي والإنساني والتنموي، لكن شو بيميز جمعية الصخرة وخاصة عم نشوف أنه عم تركز على فئة الشباب اللي هن هلأ يمكن التعويل عليهم لبناء المستقبل؟ دائما في عنا مشاريع تنموية للمواهب
لتعليم المواهب او الاعمال اليدويه. دائما في منح جامعيه، دائما عم تحاولوا انه تكونوا ايد بايد حتى بترميم البيت العربي، يعني هو وجه سوريا حضاريه وثقافيه ايضا. فشو بيميز هالجمعيه عن باقي الجمعيات؟ هلا الحقيقه نحن ما حاولنا انه ندخل كثير بالعمل الإنساني. احنا كان عندنا مشاريع إغاثة بوقت معين، بوقت كان صعب كتير بالنسبة للبلد، بس عم نحاول هلأ نطلع من ناحية الإغاثة لناحية أكثر، نركز على موضوع التنمية، تدريب، تعليم، خلق فرص العمل. الفئات المستهدفة هي أكثر هي الشباب، لأنه الشباب هن يلي بده يرجعوا يبنوا الوطن. صحيح. فالشباب وقت مساعدهم على أنه يكفوا تعليمهم، هون منكون عم نساعد بهالمجال، وقت عم نخلق فرص عمل عم تكون غالبا للشباب، فهاد كمان بيساعد من ناحية. بالبيت العربي نحن خرجنا، أو خلينا نقول أنهينا تعليم 4 شباب اوكي لطريقة البناء الدمشقي التراثية القديمة، لأنه عندنا كم من الدمار بالنسبة لحمص القديمة، الحلب القديمة، هذا كله لازم إنه يرجع يترمم بنفس الطريقة وبنفس الدقة يلي كانت موجودة، يعني بلا طمس المعالم الأساسية. لا يمكن هدفكم كان هو الحفاظ على التراث، ولكن إعادة ما تم تدميره من قبل يلي كانوا مستهدفين انه يدمروا هيدي الحضاره. ولكن يمكن هيدي الخطوه هي خطوه جدا ذكيه، انه نحن رح نرجعه مثل ما رجعنا الجراس، الكنائس والمآذن يلي حاولوا تدميرها، حجاره قديش عتيقه، يمكن بنفس الاصاله خلينا نقول عم نشتغل عليها. مدام فيكتوريا، قديش هذا الشيء يمكن مهم بهذا الوقت، وخاصه كان في محاوله لاستهداف المعالم الأثرية والحضارية أيضا بسوريا. الحقيقة بأي اتجاه اشتغلنا هو لنوصل لنقطة أنه نحن نحافظ على بلدنا بتاريخه بأصالته، وقد ما اشتغلنا بتكون كتير نقطة بسيطة قدام التضحيات اللي صارت لحتى نحن هون بعدنا. كل شغلنا بيقول شكرا للي بقيوا وضلوا وحاولوا يلاقوا فرص لنساعد بعض، لنوقف مع بعض. نحن الحقيقة عم نحاول نشبك مع كتير جمعيات تنكون كلنا سوا ونصب بنفس الإطار العمل لنسند بعضنا ونسند مواطننا يضل بقيام بالبلد، يلاقي فرصة عمل، يكون بكرامته. عنا كتير مشاريع مستقبلية عم نشتغل عليها وبدينا فيها، شيء اسمه علاقة حب، هيدا بخص شيء التياب اللي رح تنعاد شغله بطريقة جديدة، ورح يكون أي حدا معتاز يقدر يجي يشتريها مثل ما بيشتري أي قطعة كتير كتير مرتبة. عنا مشروع كتير كبير رح نبلش فيه كمان بخص الحرف السورية اللي عم نخاف عليها تندثر الحقيقة، مشروع بروكار مع موزايك لتعليم من أول وجديد. ما بدنا نخسر مهنة البروكار، ضروري نحافظ عليها، شيء أساسي لتعليم صناعة البروكار. نعم. يعني مشاريع كثيرة وإن شاء الله نقدر نكون قدها. أكيد إن شاء الله موفقين بكل النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها، نورتونا لليوم. أنا حابة بس نوه على الإيفنت إذا بتعملي معروف، الإيفنت اللي بده يصير 25 هو الحقيقة تكريم لطلابنا، هو بين التعليم والتنمية، لأنه طلابنا اللي أخذوا فرص تعليم من الجمعية كانوا متفوقين، حبينا نكرمهم بلفتة حلوة كانت من دكتور سامي كليب، وقدم لنا كتاب ورح يوقعه وريعه للجمعية. عنا سوبرانو لارا جو خدار جاي تكون معنا بالإيفنت، و
نتمنى تكونوا معنا وتتابعونا بالإيفنت. أكيد أكيد رح نكون معكم خطوة بخطوة، وكل شيء بخص الشباب والفعاليات اللي عم تعكس نبض الحياة بدمشق رح نكون عم نسلط الضوء عليها. شكرا لوجودكم معنا، ودائما بدنا نقول إنه كل السوريين هن مثل الشجر الزيتون، جذورهم متعلقة بهي الأرض ومثل الصخرة اللي بتنكسر عليها كل المؤامرات. شكرا لوجودكم معنا وموفقين. شكرا. يمكن اختصرتي زينب بجوابك هذا الشيء، اكيد يا رب هيك يكتب لكم النجاح والتوفيق. شكرا لك دكتور، وايضا لك مدام فيكتوريا. وصلنا يا زينب حلقتنا لنهايتها، ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا في الجيش العربي السوري. اكيد لكل حدا حابب يحضر اعاده صباحنا غير بنعاد على الوحدة بالليل. أكيد نتشكر كل الكادر الفني وراء الكيس، وأيضا للمخرج اللي بضل بإذننا كل الشكر لإله. زينب يعطيك العافية، نهارك سعيد سالي، وأكيد بدنا نتمنى يوم عطلة سعيد مع العيلة والأحباب لكل السوريين. وأكيد أي فكرة أو استفسار حابين تتواصلوا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تبقوا بألف خير وباي باي باي.